حذر المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من يشارك في أعمال نعتها بالظواهر السلبية، وهدد بأنه لن يتهاون مع حالة الانفلات المهددة لحياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار. وفي بيان عن المجلس العسكري قال الناطق الرسمي باسمه الفريق شمس الدين: نؤكد لكم أننا لن نتهاون في حسم الظواهر السالبة وتفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسؤولية هذا الأمر، ما أدى لعمليات نهب وسلب للممتلكات والأعداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وكذلك قفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد واتباع أسلوب الضغط بدلا عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع ومضايقة المواطنين والتعدي عليهم. وحذر الكباشي من الاعتداء على مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والاستفزاز لمنسوب القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، وحذر أيضا من منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة، وأكد أن المجلس تقع على عاتقه مسؤولية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ووصف هذه التصرفات بأنها تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وقال: نوجه عناية الجميع إلى أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون.